السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ معاكم لايف ستايل محمد سعد، والقناة دي اتعملت مخصوص عشان نتعلم الثقة بالنفس وازاي نكون واثقين من نفسنا وننجح في حياتنا. يلا اضغط لايك واضغط سبسكرايب وفعل زر الاشعارات. في الفيديو النهاردة هنتكلم عن 7 حاجات بتقلل من شخصيتك جدا وبتقلل من احترام الناس ليك. جاهزين؟ يلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجه هنتكلم عليها النهارده، ما تهبطش. شوف انت فاهم في ايه واتكلم فيه. لو حد سالك عن حاجه انت مش عارفها قول معرفش. ده مش بيقلل من احترام الناس ليك، بالعكس ده بيزود من احترام الناس ليك جدا. ما تحاولش تقول كلام حد غيرك قاله عشان ما تتحرجش. حد غيرك قاله خلاص، فكر انت في فكره ثانيه وقولها. تاني حاجة هنتكلم عليها النهاردة، ما تقللش من اللي قدامك عشان تظهر انت. في بعض الاشخاص بيحبوا دايما ان هما يقللوا من اللي قدامهم ويعلوا عليه، يعني هو مثلا كان ساعي وظيفة فلانية، لا ده انا اعلى، لو انت كذا لا ده انا اعلى. دايما بيحبوا يعلوا على اللي قدامهم وفاكرين ان اللي قدامهم كده يحترمهم او يكونوا هما كده شخصية كويسة او كده. لا بالعكس، دوت اسمه نقص ويكره الناس فيك. وانت كمان ما تعرفش الشخص اللي قدامك دوت مثلا الوظيفة الفلانية دي بيشتغلها ليه، او هو مستوى الاجتماعي عامل كده ليه. فما تحاولش تعلي على الشخص اللي قدامك، بالعكس ان انت شجعه. يعني مثلا لقيته في وظيفة والوظيفة ديت مثلا مش افضل حاجة، ما تقولوش انت في وظيفة وحشة، انا في وظيفة كذا. على فكرة ربنا اللي رزقك الوظيفة ديت وربنا اللي رزقه الوظيفة ديت، فحاول تشجعه وتدعمه. هتلاقيه هو من نفسه مثلا ما يكونش حابب الوظيفة ديت، فهو اكيد بيسعى على وظيفة افضل، بس ممكن يكون ظروفه ما هو في الوظيفة ديت. فما تحاولش تعلي على اللي قدامك، ودايما حاول تشجعهم. لما تشجعهم هيحترمك وهيحبك جدا، وكده انت هتكون شخصيتك افضل. لكن لما تعلي على اللي قدامك وتقول لا انت كذا، انت وظيفتك وحشه او مستواك الاجتماعي او كده، انت كده بتفقد احترام الشخص ليك، لانه اكيد مش هيكون محترم معاك ومش هيحترمك. وتاني حاجه انت كده هتكون بتقلل من شخصيتك انت، فما تقللش من شخصيه اللي قدامك او ما تقللش من اي حاجه في اللي قدامك. وتالت حاجه هتكلم عليها النهارده، خليك قد كلمتك. اما تكون قد كلمتك، لما تقول كلمة وتوفي بيها، دوت هيخلي الشخص اللي قدامك ياخد عنك فكرة ان انت شخص منضبط وشخص بتحترم الكلمة اللي بتطلع من بقك، ودوت كده هتكتسب احترام الاشخاص وهتزود شخصيتك للافضل. عكس ما تكون بتقول كلام وتعمل عكسه، الاشخاص هياخدوا عنك فكرة ان انت شخص بتاع كلام بس ما بتعملش، وهياخدوا فكرة عنك انك شخص كذاب ومش بتعمل اللي انت بتقوله. فخلي دايما الكلمة اللي تطلع من بقك تكون عارف ان انت هتوفي بيها. ورابع حاجة هتكلم عليها النهاردة، ما تقولش كلام وتعمل عكسه. في بعض الاشخاص دايما تلاقيهم بيقولوا كلام وتعملوا عكسه. مثلا تلاقي شخص بيكون بيكلمك ويقول لك مثلا خلاص تمام انا هعمل اللي انت قلته دوت، تكتشف بعد كده ان هو عمل عكسه تماما. دوت طبعا بيقلل من احترام الناس ليك وبيقلل من شخصيتك جدا. فحاول دايما ان انت تعمل اللي تقوله، ما تعملش عكس اللي انت تقوله. وخامس حاجه هتكلم عليها النهارده، خلي شخصيتك قويه وسط صحابك. ما تكون شخصيتك قويه وسط صحابك، دوت هيخلي صحابك يحبوك، وانت هيخليك دوت تحب نفسك عشان خاطر اصحابك بيحبوك. ولما حد من بعيد هيشوفك شخصيتك قوية وسط اصحابك، دوت هيزود من احترام الناس ليك وهيكونوا حابين ان هم يتعرفوا عليك عشان انت شخص محترم. فدايما خلي شخصيتك قوية وسط اصحابك، دوت هيزود من احترام الناس ليك وهيخلي شخصيتك دايما للافضل. سادس حاجة هنتكلم عليها النهاردة، متأثرش مع حد بعيد. لما تتأثر مع حد بعيد، لو مثلا شلة صحاب وحابين انت عشان تعمل فيها جامد، بس مع صاحبك بتتربى على كلام، لو بيحسسوا كده بشيء انت هنته، ان انت كده
كده عشان كده شيء طبيعي جدا لو اتردد لك الامل وده ما تحكمش انتم قللتوا من احترام بعض وقللتوا من شخصيه بعض. فحاول ما تهزرش مع حد بجيب، ولو هزرت مع حد بجيب ما تقللش من شخصيته وما تهينوش، يعني هزر بجيب بس ما تقللش من اللي قدامك او ما تقللش من قيمته. دوت هيزود من احترام الناس ليك جدا ومن اصحابك كمان، هتلاقيهم بيقولوا لا ده ما بيهزرش بالايد، فدوت شخص محترم وشخص الواحد يحب ان هو يتعرف عليه ويمشي معاه. فخليك دايما ما تهزرش مع حد بالايد، دوت كمان هيخلي شخصيتك افضل وافضل. وثاني حاجه هنتكلم عليها النهارده وديت اخر حاجه، اللي ما تقبلوش على نفسك ما تقبلوش على الاخرين. لو قبلت اعمل حاجه دي، لكن لو ما قبلتش